مرحبا. اهلا وسهلا. نشكرك على حسن الاستقبال. يا اهلا وسهلا، اشكركم على هذه الفرصة لإيصال الصوت الى جميع مجتمعنا الموصلي. من يمتى المسيحيين بالموصل؟ الحقيقة نتكلم على تاريخ المسيحية في الموصل، ونفس الشيء متى نتكلم عن تاريخ المسيحية في العراق. مؤشرات تدل على دخول المسيحية منذ القرن الميلادي الأول، أي 2000 سنة المسيحية هي حاضرة في هذه المنطقة. زين، لحد الفترة الأخيرة لحد 2014 أشقد كان تعدادهم؟ أكثر من 100 ألف مسيحي موجودين قبل 2003، وأكثر في مدينة الموصل لوحدها، بالإضافة إلى القرى في سهل نينوى. كم كنيسة تقريبا كانكو؟ في مدينة الموصل لوحدها لدينا أكثر من 35 كنيسة ودير، بالإضافة إلى المواقع الأثرية الأخرى المتهدمة. أشني الطقوس اللي تمارس بداخل الكنيسة؟ الكنيسة هي مكان للصلاة، وتوجد طقوس متنوعة مختلفة، منها القداس الذي هو التجمع المسيحي للمقاسمة، وأيضا طقوس الانتماء إلى الكنيسة هي طقوس العماث، أيضا طقوس الحياة الاجتماعية التي تتقدس في الكنيسة، من ضمنها مباركة الزواج للعرسان أيضا يكون في الكنيسة، وأيضا الصلوات الأخرى، رتب الصلوات اللي هي صلوات الصباح والمساء والساعات الأخرى، الصلوات من أجل مناسبة معينة، من أجل حاجة أو من أجل كل الحاجات الأخرى التي تمر على البلد. أكو إجبار على الدخول الكنيسة؟ يجبر المسيح على الدخول له واختياره؟ في الحقيقة المسيحي لا يستطيع أن يستمر من دون المشاركة في هذه الصلوات والطقوس، لأن الكنيسة هي عائلة كبيرة، ولا يوجد فرد في العالم يعيش من دون عائلة، من دون أن يستسقي أو أن يستقي أو أن يتغذى بما تقدمه هذه العائلة. يعني أكو متدين وغير متدين؟ اسمه يعني هو مسيحي لكنه ما يؤدي طقوس وعبادات؟ نعم، هذا الشيء وارد في كل الأديان. هناك أناس لربما لا يحضرون بالكثافة التي يحضر بها الآخرين. الحضور الأسبوعي هو واجب حر. مع هذا أن الكنيسة لا تقطع أواصرها مع من لا يلتزم لأسباب معينة. الإنسان يحتاج إلى غسل من هذه الخطيئة، يحتاج إلى أن يترك الإنسان القديم ويولد كإنسان جديد مؤمن بما أتى به الإنجيل ويسوع المسيح في رسالته الخلاصية. العماث هي طقوس لها رموز تشير إلى هذه المعاني. الماء هو الرمز الأساسي. يعني هي تختلف عن الأطفال اللي يولدون صغار ثم يعمدون يغطسون في الماء؟ هذا اللي تقصده أنت الاعتراف؟ لا، العماث حاليا يمارس لأطفال صغار، لكن المبدأ هو ذاته. الإنسان يغتسل، الإنسان يموت، يندفن في هذا القبر من الماء ليقوب إنسان جديد مسيحي منتمي إلى هذه العائلة، وله الحق في مشاركة هذه العائلة في حياتها. قبل العماث ليس لديه الحق، لكن بعد العماث يصبح عضوا في هذا الجسد الكبير الذي نسميه الكنيسة. نحن كنا نشوف بعض الطقوس بمناطقنا بالموصل، يوم اللي يعمدون الأطفال الصغار يذبحوا لهم ويوزعون بعض الحلويات. هذا الجانب الاجتماعي. في كل مناسبة دينية يوجد الفرح، هذا الفرح يعبر عنه اجتماعيا حسب العادات، مثلا تكون ذبائح، أن توزع شوكليت أو عصير وإلى آخره، أن تحتفل الناس، ممكن يكون عندها إمكانية أن تقوم بحفلة كبيرة، يجيبون زرنا ودهول، ناس أقل حسب، لكن هو تعبير اجتماعي حسب المناسبة. الزي هل يختلف يعني شنو أسماءه وأنواعه؟ بالنسبة لمن ترهب أو تكرس للعمل الروحي كالكهنة والرهبان، لديه زي خاص يشير إلى أن هذا الإنسان بهذا الزي الواحد وبلونه يشير إلى نوع من الانقطاع عن بعض الأمور لأجل أمور أسمى. يعني وما مراتب؟ نعم، يوجد مراتب. فالكاهن يلبس الجبة أو السوتانة نسميها، الرداء الأسود
الأساقفة لديهم العلامة الحمراء التي تشير إلى المسؤولية الأكبر، إلى الشهادة، وإن تطلب أن يمنحون حياتهم لأجل القطيع. نعم، زين، صحيح أنه يمنعون من الزواج؟ نعم، الراهب تقوم حياته على ثلاثة أمور: الطاعة والعفة والفقر. العفة يعني تعني الانقطاع عن الزواج، عن شغالات العائلة، ليس تهربا من المسؤولية ولكن من أجل مسؤولية أكبر. نحن الكهنة أيضا متبتلين، أي غير متزوجين في الحقيقة، لأن كرسنا كل وقتنا، وجودنا، وأيضا طاقتنا من أجل خدمة الجماعة المسيحية، وأيضا من خلالها خدمة المجتمع بصورة عامة. يعني الماسيرات والرهبان لا يتزوجون، وأيضا الكهنة يوجد المتزوجين ويوجد غير المتزوجين. صفة القس يعني شنو مرتبته؟ القس أو الكلمة لو نحللها من قشيشة باللغة السريانية أو حتى باللغات الأخرى تعني الشيخ. الشيخ يعني المتقدم ما بين الجماعة من أجل قيادتها، من أجل وعظ هذه الجماعة، ومن أجل إدارة الطقوس اللي تعيشها هذه الجماعة. الصلاة يعني أي واحد تسأله غير مسيحي يقول له كيف يصلون يعمل هاي الحرف، هل فيها اتجاه معين ماذا تعني؟ في بداية كل صلاة وردبة مسيحية وعمل يوجد رسم الصليب. رسم الصليب الذي هو من الجبين إلى القلب إلى الوسط، من الجهة اليسار إلى اليمين، أو من اليمين إلى اليسار، هذا لا يضر وليس لديه أي إشكال مع هذا الشيء حسب تقليد كل جماعة وكنيسة. ماذا يقال معها؟ هي البسملة باسم الآب والابن والروح القدس، اللي هي العقيدة الثالوثية، الله الواحد لكن الثالوث، الذي هو آب وابن وروح القدس. زين، الصليب شنو رمزيته؟ الصليب هو الأداة التي مات عليها المسيح من أجل حب العالم، وأيضا معاني الصليب وهذا العمل الفدائي من أجل الآخرين اللي قام به ربنا يسوع المسيح يلخص كل الرسالة الإنجيلية. هو إنجيل مصغر، في ناس يمكن ما بتعرف تصلي، أو يعني تعرف حتى الصلوات هي نصوص وهي قطع أدبية، لربما أكو ناس بسيطة، لكن الصليب هو تعويض، هو على ما الصغير والكبير يعرفها. تعبدون الصليب لو تقدسون الصليب؟ نحن نقدس الصليب ونعبد من مات على الصليب. يعني ليس العبادة ليست لهذا الشكل أكيد العبادة ليست لمادة، ولكن تحتاج إلى رمز ظاهري محسوس يشير إلى الحقيقة الغير محسوسة. أنا أحتاج إلى هذه العلامة على مود أتواصل مع صاحب هذه العلامة اللي هو المعبود. باللهجة المصلاوية يقولون النصاغي، حوش النصاغي، جيراننا النصاغي. فالفرق بالتسمية بين المسيحيين والنصاغي، هل كلمة النصاغي تعمل استفزاز ولا هي حلوة؟ لا، بالحقيقة كانت ماشية، لكن متى ما استخدمها داعش خلقت هذه الإشكالية. بس لو نخلي المصطلح على بساط البحث الأكاديمي، الاسم الرسمي لنا هو مسيحيين، وأكيد هاي التسمية هي قديمة، تقريبا سنة أشقل لك 38-39 ميلادية استخدموها، بكير استخدموها في مدينة أنطاكيا، أطلقوا على نفسهم المسيحيين، يعني نحن أتباع المسيح، لكن أيضا عندنا رسالة أن نكون مسيح آخر، أن نتشبه بالمسيح في حياتنا الاجتماعية والعالمية. النصارى نسبة إلى ربنا يسوع، من ولد على هذه الأرض، ولد في أو تنشأ في مدينة الناصرة، كان في نوع من تيار من اليهود اللي صاروا مسيحيين، اللي في كثير من عاداتهم ما كانوا متطابقين مع الإيمان المسيحي الصحيح، يخلطون ما بين اليهودية والمسيحية، سموا نفسهم النصارى. من النصر؟ لا، من الأتباع الناصري، يسوع الناصري. أيضا أسماء ألقاب يسوع هي يسوع من الناصرة. وهي الجماعة تقريبا أيضا هربت من قدام الرومان متى ما دمروا مدينة القدس أورشليم سنة 70 ميلادية، إلى مناطق جنوب الأردن وإلى مناطق العربية الأخرى، وكان عندهم حضور أيام بروز الدعوة الإسلامية، كانوا موجودين بهذا الاسم. لذلك أشوف القرآن يستخدم هذا الاسم
نعم، اللي تدل على هاي المجموعة بالذات ما تدل على كل المسيحيين، اللي هي مجموعة منفصلة عن المسيحيين. كم نوع أكو من المسيحيين بالموصل؟ يعني الكلدان والآشور والأرثوذكس؟ بالحقيقة المسيحيين هو نوع واحد، لكن منتظمين ضمن كنائس عندها تقاليد متنوعة واحدة في الجوهر، لكن التنوع. أكو أرثوذكس، أكو كاثوليك، أكو إحنا كاثوليك عوائل عديدة، كلدان، سريان كاثوليك، أرمن كاثوليك، موجودين الروم الكاثوليك في سوريا، الموارنة، اللاتين، بس نفس العقيدة ونفس الرئاسة. يعني يصير واحد يصلي بكنيسة الآخر؟ طبعاً. ويحضر؟ طبعاً طبعاً موجود هذا الشيء. شغلة التماثيل، هل تعبد هذه التماثيل أم يعبد الله؟ شنو رمزيتها؟ بالحقيقة هذه المسألة أيضاً ما هي مسألة اللي أثار داعش، مسألة الأصنام؟ نعم، وعبادة نعم، الأصنام. نعم نعم. بالحقيقة ما هي قضية أنت تعبد أنه هذا التمثال بقوة سحرية تنطيق أو يخلي نفسه يكون الله؟ ما أولا الله هو متسامي، ما عنده صورة، ما هو إنسان، ما هو مادة، لكن احنا نؤمن أنه الله كشف ذاته من خلال سر التجسد، الابن اللي هو نفسه الله صار الإنسان والجسد. هذا يسمح لنا أن نعتبر أنه المادة ممكن أن تكون رمز أو تكون علامة تشير إلى الحقيقة. التمثال هو رمز. إذا تقدم أنت الإكرام لهذا التمثال، أنت تقدم الإكرام مو لهذا الحجر لكن لما يمثله هذا الحجر. اليوم تعرف أنه أنت عراقي وأنا عراقي، وعندنا العلم العراقي. العلم العراقي يمثلنا، ما هو إشارة إلى الشعب العراقي. إذا أنا أخذ هذا العلم وأحرقه، أنا ما دا أحرق العراق، ما بس أنا دا أهين العراق. إذا هل تسوى أنه يعني إحنا ما نقول هذا قماش؟ إيه ما قماش، هذا رمز، هذا رمز، ما هاي علامة. إذا العلامة ما لأن قماشة مليحة أو ما مليحة، ولا أنها حلوة أو ما حلوة، لكن تشير إلى حقيقة أكبر اللي هي الشعب العراقي. العوائل المسيحية بالموصل لها نفس العادة التقاليد الموصلية بالأعياد بالكليتشة؟ نعم نعم، بالموصل أكو عادات تقاليد لأن مدنية مدينة، القرى المسيحية حول الموصل عندهم تقاليد وظروف، شو نسميها، احتفالات خاصة، يعني ما تتباين جذريا لكن أكو تنوع ما بين بلدة وقرية وإلى أخرى. أشني الأيام المقدسة عندكم بالسنة؟ احنا اولا اليوم المقدس هو يوم الأحد من كل أسبوع. نعم من كل أسبوع. عندنا الأعياد، أعياد كبيرة وأعياد اللي هي 25 و 1/1. 25 هو عيد الميلاد، 1/1 هو عيد تقديم يسوع إلى الهيكل أو الختانة أو رأس السنة. أيضا عندنا 6/1 يتطابق مع عيد الجيش، هو عيد الدنح، عيد الظهور. عندنا عيد القيامة، وايضا الايام الاخرى اللي عيد السعاني هو احد السعانين، جمعه الالام، هي ايام خاصه. الشجره ايش تعني؟ كلهم يشترون شجره ويلبسون زي. بالحقيقه شجره الميلاد صنع في عيد الميلاد هي تقليد ما يعود الى المسيحيين العراقيين ولا الشرقيين، وتقليد اوروبي واخذ صبغه عالميه. يستخدموا الشجره دائما تدل الى الحياه، الى النضاره، الى التجذر، الى الثبات، الى الماضي والحاضر والمستقبل. لذلك صارت هاي الزينة الأوروبية مو فقط مسيحية لكن عالمية ايضا. ايضا هو من التقاليد الأوروبية، اللي في تقاليد الأوروبيين انا كقديس يزور العوائل بالليل او البيوت الفقراء ويترك هدية للعوائل المحرومة، واقترن اسمه بعما نوئيل او بابا نوئيل، عما نوئيل اللي هو لقب سيدنا يسوع المسيح. لو مسيحي غير دينه، لو مسلم غير دينه وجار، كيف يكون التعامل معه؟ لازم نكون صريحين بهاي النقطة. بالنسبة لنا الإيمان المسيحي هو قناعة شخصية. مش المرء ما يولد مسيحي لكن يصير مسيحي. لذلك احنا يوم الانتماء الى المسيحية والكنيسة هو يوم عمادنا وليس يوم ميلادنا، وهذا هو يوم الميلاد الحقيقي بالنسبة لنا، نولد في الكنيسة من خلال العماد.
أكيد إذا كنا مقتنعين أنه إذا الشخص ما مؤمن هو حر. وأنا كنت أتكلم بخصوص هذا الشيء أنه الحياة والحرية هي عطية ممنوحة من قبل الله، لا أستطيع أنا أن أغصب أحد على ترك الحرية أو سلب الحياة لهذا الإنسان. لذلك نعم، اللي يترك الإيمان المسيحي يبتعد، ما عنده حق يشترك في حياة الجماعة الروحية، يبتعد، لأن الجامع أو العام اللي يجمعنا داخل هذا البيت هو الإيمان. أكيد مرات نستقبل غير المؤمن هنا يحضر مناسبة معينة، لكن إلى حد معين، ما يعني مثلا ما يقدر يقاسمنا كل الأمور الروحية لأن هو ما مؤمن أصلا بها، ما تفرض عليه، واللي يطلع من الجماعة أيضا ما تفرض عليه. يعني اللي يطلع أكو عقوبة معينة عليه لو يحرم من الجماعة، لكن ما عندنا حق أن نقتل أو عائلته تفصل عنه. أكيد، لأن إحنا القوام أو الرباط الروحي هو الأهم من الدم، من نسابة الدم، وأيضا نسابة الدم تتقدس من خلال هذا الرباط. إذا تقدم مسلم أن يصير مسيحي، من واجبنا أن نعظه وأن نقدم إليه الحقائق الإيمانية على مود يكون حر في تقبلها وملتزم بما كل يتطلب من هذا الإيمان من حياة اجتماعية وأخلاقية. يحق للمسلم أن يتزوج مسيحية، هل تسمحون بهذا الشيء؟ بالحقيقة الزواج عندنا هو رباط مقدس وبركة، اثنين عندهم حق يأخذوها يكونون مؤهلين منتمين إلى هذه الجماعة، يكونون مسيحيين. ذلك احنا في قانوننا وعرافنا ما يوجد زواج مختلط، لكن ايضا نتساءل الى هل المسلمين يقبلون او مسلم يتزوج من مسيحية ويعقد قران في المحكمة وتبقى هي مسيحية؟ تبقى حسب القانون الاساسي، حسب القانون، بس تطبيق ما اقول هذا، اعرف حالات انه ما تصير، لازم تصير مسلمة. البلد يمشي يعني لو هل حدثت حالات، انتم عايشين بالموصل من سنين، اكو زواجات بالمسيحيين ومسلمين توافقتم عليها مش الحال؟ لا ما موجود هذا الشيء، ما موجوده. ممكن هذا ممكن يصير بالزواج المدني، لكن الزواج المدني مش ما موجود، لان الزواج المدني ما ينظر الى الدين، ينظر الى اتفاق بين اثنين. احنا بالكنيسه ما عندنا زواج مدني، عندنا زواج ديني، والمدني هو مبني بالعراق على أساس الديني. يعني اللي يتزوج بالكنيسة ننطي عقد يروح يكمل الإجراءات المدنية بالمحكمة. أشنو سر تمسك المسيحيين باللهجة المصلاوية؟ يعني حتى بالنزوح بأي مكان راحوا ونزحوا عليهم ما غيروا لهجتهم. تعرف اللغة أو اللهجة هي شيء مكتسب منذ الصغر. يعني أنا أتكلم معاك بالمصلاوي او بالعربي الدارج، لكن انا اتكلم بسلاسه اكثر بالبيت في لغتنا الخاصه. ليش؟ لان هي مكتسبه منذ اللحظات الاولى. كم لغه عندكم؟ سريانيه نعم، احنا عندنا نتكلم، نسميها السريانيه ونسميها الكلدانيه والاثوريه، هي نفسها هي الاراميه المعاصره. طبعا في لهجات جبليه، في لهجات في السهل، نعم طبعا، وهي ايضا لغه مشحونه بمصطلحات وبكلمات أكادية آشورية قديمة كلدانية لا زالت مستخدمة إلى اليوم. حتى نوصل للختام، مسألة داعش وأذية داعش للمسيحيين، هل حسب على المسلمين؟ المحاسبة تقع على المذنبين. احنا نعرف أنه ثلث أراضي العراق كانت محتلة من قبل داعش، هل نستطيع اليوم أن نتهم كل سكان هذه المناطق بالداعشية؟ الجواب لا. هناك ناس مغلوبين على أمرهم خضعوا لداعش، لكن العتب على مجتمع كامل يقبل بحكم عصابة، هنا هو العتب. لكن المطلوب هو محاسبة المجرم، محاسبة من سمح لداعش أن يتمكن من المنطقة ويصير هاي القوة الكبيرة. يعني انتم لا تقولون انه داعش تمثل الاسلام وتمثل الرسول محمد وهاي تعاليمه اللي هم يطبقوها حرفيا، ام هؤلاء تحسبوهم غير حساب؟ لا، لنكون صريحين انه داعش هو تنظيم اسلامي ويستقون كثير من الافكار من التعليم الاسلامي، لكن هذا ما احنا لازم نقرره، لازم
المراجع الإسلامية هي تقرر هي تفصل. أكيد داعش استند إلى نصوص قرآنية وإلى نصوص من السنة ومن الحديث ومن التفاسير الإسلامية. داعش طبق كثير من الأمور هي شريعة. هل هذا الشيء صحيح؟ هل يوجد خطأ في فهم هذه الشريعة؟ أو توجد نصوص لا يمكن تأويلها اليوم حسب ما كانت تؤول آنذاك، يجب أن تؤول بطريقة معاصرة صحيحة؟ كيف كان شعوركم يوم اللي أخرجوا المسيحيين من الموصل؟ بالحقيقة كان هذا اليوم يوم بائس في التاريخ، لأن احنا نعرف كثير من الناس إلى اليوم هم أصدقاء ويتواصلون مع أصدقائهم وحافظوا، وعرف عائلة احتضنت مرأة عجوز مسيحية عندها لمدة سنتين وأكثر، أو حافظوا على بيوت المسيحيين، أو حافظوا على بعض الكتب والوثائق اللي شافوها. أنا وصلتني بعض الوثائق اللي احتفظ بها واحد وكان مخبيها بطريقة خوفا من داعش يشوفها. وصلت أكو قصص عن ذهب عن فلوس؟ نعم، وضعت نعم في بيوت المسلمين. نعم، هذا يعني أنه المجتمع كان مفروض عليه، لكن أيضا كثيرين مع الأسف كانوا جيران، كانوا أصدقاء قلبوا على جيرانهم المسيحيين. أكيد البؤس هو أكبر من أن تخسر بيت أو أن تنزح، لكن الصدمة هي أن تشوف صديق يخونك. قبل 2014 المسلمين كانوا جيدين أو سيئين مع المسيح؟ المجتمع الموصلي هو مجتمع مسيحي مسلم. لو نرجع إلى المدينة القديمة راح نشوف يمكن عدد الكنائس هو أكثر من جوامع، ولو نرجع إلى التاريخ وإلى الأحداث اللي صارت مثلا غزوة نادر شاه 1743، الدفاع كان مشترك عن المدينة، حتى أهل كرمليس راحوا إلى الموصل من أجل الدفاع عن المدينة وأيضا الالتجاء إليها. كيف عاش المسيحيين بالغربة؟ كم منهم هاجر؟ كم منهم بقى؟ 120 ألف مسيحي نسحوا إلى أقليم كردستان وكركوك وبغداد، أكثر بعد. إيش كذا عدد اللي طلعوا هجرة؟ ممكن نتكلم على 30%. 30% من 120 ألف؟ نعم، طلعوا هجرة بدون عودة. بدون عودة ما نعرف، بس طلعوا هاجروا. أولا دستور العراق يحتاج إلى تغيير. المسيحي على مود لا يشعر أنه هو مواطن من الدرجة الثانية. حقوق المواطن فترة كلها المضت كان مواطن درجة ثانية؟ إلى اليوم. من هو الدرجة الأولى؟ ما أعرف، هو هنا المشكلة. المرات كثيرة احنا نعاني لأننا مسيحيين بالدوائر بالتعيين ببعض الأمور ما نحصل عليها. ما عندكم دائرة أوقاف؟ نعم، توجد دائرة أوقاف اللي هي هندسية لا أكثر. نعم، عندنا مشاكل بالدستور العراقي احنا، يعني في مشاكل مثلا تخص القاصرين، قوانين الأرث، وتعرف البند الأول أو الثاني ما أعرف من الدستور شو يقول. العراق دولة إسلامية، يعني التشريع والقوانين تقوم على أرضية إسلامية. تزعجكم كلمة الأقليات؟ طبعا طبعا. شنو البديل لها؟ أنه مكونات يعني؟ المكونات ممكن إذا نصل في اليوم إلى مجتمع أنه ما يدور على التسميات راح يكون أفضل. ليش ما رجعوا المسيحيين لحد الآن؟ بالحقيقة المسيحيين رجعوا إلى نينوى، واليوم إحنا في كرمليس. كم عائلة رجعت؟ عندنا 320 عائلة مسيحية رجعت إلى البلدة، وبانتظار الآخرين في قرقوش 6000 عائلة، في برطلة 1300 عائلة، تلسقف ما عدا بطناية لأن نسبة الخراب بها 80%، ومشاكل هي منطقة فاصلة ما بين البشمرقة والحشد الشعبي، هي منطقة يعني مش مستقرة، مو متنازع عليها، ما مستقرة حاليا. أيضا هاي المناطق محسوبة متنازع عليها أو غير متنازع عليها، أيضا خلقت لنا مشاكل كثيرة بصراحة. بالموصل عندنا عوائل راجعة، الكلام اليوم هو عن 80 أو 100 عائلة رجعت. اختيارية ولا؟ طبعا اختيارية. هل تمنعون أحد من العودة؟ لا بالحقيقة لا، هو قرار شخصي. لا بل نساعد، نساعد اللي يريد العودة، بدليل أنه هاي المناطق عادت إليها الحياة بفضل الكنيسة اللي عمرت البيوت. تعرف أنه نسبة الخراب في بلدات المسيحية كبيرة، الحرق هو المشكلة الأولى، القصف والبيوت المهدمة، وبالإضافة إلى أن القرية هاي البلدات كانت متروكة لمدة 3 سنوات ومسروقة، لذلك نقدر نتكلم على دمار في كل مرافق الحياة. يعني فقط العائق هو الإعمار أم عدم الشعور بالأمان؟ لا، في من أول شيء هو الأمان. من يحكم المنطقة؟ ومن هو المسؤول عن أمان المنطقة؟
توجد الميليشيات التي لا تغضب لكن تقلق الكثيرين، لأن الميليشيات محسوبة على مكون، على حساب مكون آخر. الجيش العراقي يحتاج إلى أن يفرض يعني أن يكون بأن يفرض وجوده بطريقة تشعر المواطن بالأمان. الشرطة الاتحادية وغيرها، احنا نعول على الدولة في الأمان والحماية، لا بل احنا نطالب الدولة بالأمان ولا نطالب الآخرين. حاليا اللي رجعوا إلى داخل الموصل كيف ينقلون الصورة عن الحياة بعد التحرير؟ هل هي كانت مثل قبل أو أفضل؟ لا أكيد، يعني إذا نتكلم على الخدمات والواقع أكيد هو تعبان. عن التعايش؟ التعايش عادي، راجعين يعني اللي رجع أكيد هو مقتنع أنه الحياة هي زينة هناك. بالختام أشكرك كل الشكر على الوقت، على رحابة صدرك، على إجابتك على كل الأسئلة، على الاستقبال وأعطائنا الوقت. إن شاء الله تكون حلقة جميلة مميزة تنقل صورة لمن لا يعرف كل هاي التفاصيل. نعم نعم، بالحقيقة احنا اليوم نعول على الإعلام كثير، وانتم كإعلاميين لازم تلزمون بيدكم هاي الإبرة اللي تخيط شيء اللي شققوا داعش وقطعوا. أيضا انتم عندكم هذا الدور، مثل ما رجال الدين عندهم هذا الدور، مثل ما مطلوب من السياسي أيضا هذا الدور، وأيضا من قبل الجميع، لأن السلام هو الحياة، التعايش بحرية واحترام الآخرين يريح البال. ليش احنا ندور على مشاكل؟ وهذا الدرس هو عميق للجميع، خلينا نتعظ من هذا الدرس ومن الشيء اللي صار بالموصل، على مود لا نقوم ونحاسب وننتقم، لكن أن نبني ونرجع الحياة إلى أحسن ما كانت من قبل. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.